أمال لو دوكنز هيحط لك الأكل في بقك بهذه الأظافر كم ستدفع؟ الدليل السخيف وصمة العار الأركيوبتريكس ما زال يروج له في بلادنا، الدليل الذي يصنف حاليا في المجلات العلمية العالمية زي النيتشر على أنه هراء. بيقول لك الذيل لازم تكون في فقرات، ما ينفعش يكون ذيل بلا فقرات، ولم يثبت في تاريخ البشر أننا وجدنا زائدة لحمية أسفل الظهر بها فقرات، دي زوائد لحمية وليست بذيل. بيقول لك فاين تونينج بروبلم، مشكلة الضبط الدقيق للكون، مشكلة أن الكون منضبط، هذه فقط مشكلة بالنسبة للملحد، هي ليست مشكلة للمؤمن، لأن الكون طبيعي يكون منضبط، خلق خلقاً إلهياً متقناً الذي أتقن كل شيء. هل الدحيح ملحد؟ هذا أمر لا يعنيني ولا يشغلني، لكن تقديم محتوى إلحادي لتسميم عقول شبابنا وبأموالنا هذه جريمة، والسكوت عليها خطأ، فليس أولى ولا أغلى من الدين. هذه الأموال أولى بها مشاريع دعوية، نحن نتمنى من سنوات أن تظهر مؤسسة في نقد الإلحاد باللغات 15 الرئيسية في العالم. أنت بترد على الدحيح عشان الربح. أولاً القناة ليس عليها إعلانات، ثانياً ليس من مصلحة الشخص الذي يرد على الشبهات أنه يبقى ترند إلا بالتوازي مع ترند الشبهة. شبهة منتشرة؟ نعم، أتمنى أن يصل الرد إلى كل من وصلتهم الشبهة، أما أصحاب الفطر السليمة فلا أنشغل بأن أصل لهم. شيء في منتهى العته. السلام عليكم. عندما يتم الترويج لمحتوى إلحادي وبأموال المسلمين فهذا من أسباب الغمة التي نحن فيها. الدحيح أحدث لغطاً وأثار الكثير من الناس الغيورين على دينهم، لأنه بيقدم محتوى إلحادي وفي أكثر من حلقة من حلقاته. من أين تخرج الأموال التي يحصل عليها الدحيح وفرق العمل التي معه؟ من أموال المسلمين. نسمع الدحيح ولكم الحكم. بعد كده تحت القرنية بقى في عدسة بتركز الضوء، عينيك تطورت جامد عبر التاريخ، فانت عينيك ما شاء الله متعوب فيها يعني. عينيك تطورت جامد عبر التاريخ، نفس النظرة الداروينية المتخلفة. نحن البشر أتينا من كائنات أخرى تطورت عبر التاريخ. تخيل يتم الترويج لهذا المحتوى بين المسلمين وبأموالهم. كمل يا دحيح. فانت عينيك ما شاء الله متعوب فيها يعني. اسمع واحد بيقول لي يا سلام، ده احنا كده بقى وصلنا لقمه الاعجاز، العين بتاعت البني ادمين دي بقت احسن حاجه واعظم حاجه. مش عايز افاجئك واقول لك الحكايه دي، بس عينيك كبني ادم فيها بعض العيوب. ايه ازاي الكلام ده؟ الشبكيه بتاعتك اللي هي الراتنا بصه الناحيه دي بصه ورا، فبتعمل لك في الحته اللي طالع منها الاوبتيكال نيرف نقطه عاميه، بس مخك ما شاء الله تبارك الله شاطر جدا في ان هو يخبي الحتت دي، فانت ما بتحسش ان في نقطه عاميه، لان هو ما شاء الله بيكمل شايف الصوره كلها كبيره، فبيحط حاجات كده يعني من عندك ما تحسكش ان في نقطه عاميه، بس انت عندك نقطه عاميه. اسمع واحد بيقول لي طب يا عم اكيد ده احسن حاجه. لا مش بالظبط كده. الاخطبوط مثلا الراتنا بتاعته الناحيه دي فما عندوش نقطه عاميه، وثلاث ارباع الرخوات بهذا الشكل ان لم يكن كلهم. عينيك كبني ادم فيها بعض العيوب، عيوب في تصميم العين البشريه، اكبر مقوله الحاديه داروينيه في القرن الماضي، ياتي الدحيح ليتقيأها مجددا بين ابنائنا، مقوله تم كشف زيفها قبل عقود من الزمن وتبين علمياً أنها هراء، لكن الدحيح بيصر على تكرارها. الشبكية بصة لورا دي معجزة، لأنها لو بصة لقدام هتضطر الشعيرات الدموية تجيلها من قدام عشان تغذيها، وبالتالي هتغطي على كمية الضوء اللي داخل العينك، والنقطة العمياء بتاع العين اليمنى مكانها غير النقطة العمياء بتاع العين اليسرى، والمجال البصري بيغطي الموضوع بمثالية، وانقلاب الشبكية بيتم التعديل داخل المخ. دي معجزة. لما حبوا يعملوا طائرة بإمكانات فائقة عملوا الطائرة السوخوي اللي قدامكم على الشاشة، قلبوا الأجنحة وخلوا المعالجة جوه الطائرة، وده سمح بتغيير مسار الطائرة وزاوية الهجوم بسرعة كبيرة. كمل يا دحيح. أو ما يسمى في الفيزياء بالفاين تيونينج بروبلم. بيقول لك فاين تيونينج بروبلم، مشكلة الضبط الدقيق للكون، مشكلة أن الكون منضبط، هذه فقط مشكلة بالنسبة للملحد، هي ليست مشكلة للمؤمن، لأن الكون طبيعي يكون منضبط، خلق خلقا إلهيا متقنا الذي أتقن كل شيء. أما الملحد فيرى أن الكون عبثي، فمن أين أتى هذا الضبط؟ وهنا تصبح مشكلة. الدحيح عنده حل لهذه المشكلة،
نسمعه بيقول ايه. لو بصيت على الكون بتاعنا هتلاقيه محكوم بثوابت فيزيائيه، سرعه الضوء، شحنه الالكترون، ثابت الجاذبيه وغيره. الثوابت دي بشكل اعجازي ليها قيم محدده جدا، لو حصل تغيير بسيط جدا في هذه الثوابت كان النظام يختل وما يبقاش فيه وجود حياه، ما يبقاش فيه كواكب ولا نجوم. تخيل عزيزي المشاهد ما يبقاش فيه كواكب ولا نجوم، امال احنا نبقى موجودين على ايه؟ شيء عجيب جدا ان الثوابت دي تاخد القيم دي من بين كل القيم التانية اللي كانت ممكن تاخدها. يعني كان ممكن سرعة الضوء ما تبقاش 300,000 كيلومتر في الثانية، كان ممكن تبقى 250,000 كيلومتر في الثانية. يا نهار ابيض، ده يحصل كوارث، ده الدنيا تبوظ خالص لو كانت 301. زي ما يكون الكون متفصل على مقاسنا. عزيزي المشاهد انت ممكن تبص لها كده، وممكن تبص لها بشكل تاني. واحد، القطرة ممكن تغلب الشجاعة. مثلا في احد التفسيرات الاشهر في ميكانيكا الكم، الكون بتاعنا واحد من عدد لا نهائي من الاكوان عايشه في مالتي فيرس، فبالتالي احتماليه ان يبقى في كون واحد منهم من الاكوان الكتير، هذا الكون يبقى فيه الثوابت اللي تخلي الحياه بتاعتنا ممكنه، امر شبه اكيد. طبعا هذا هو الحل الالحادي الشهير، عدد لا نهائي من الاكوان، مالتي فيرس. بالمناسبه انا عملت حلقه كامله للرد على هذه الفكره المضحكة علميا وعقليا، ورابط الحلقة في وصف الفيديو، وعرضت الأبحاث التي تؤكد أن الأكوان المتعددة ليست بعلم، ولا توجد معادلة واحدة تثبتها، ولو افترضنا صحتها فهي لا تجيب عن سؤال من أين أتت هذه الأكوان. وحتى من اخترعوا هذه الفكرة فهم يسلمون أن كل كون منعزل عن الآخر سببيا، وبالتالي لا يخضع لفكرة الصدفة. كل كون منعزل عن الآخر سببيا، لكل كون الثوابت والقوانين الخاصة به. وقلنا كمان أن كوننا بلا خلاف بين الفيزيائيين أتى من اللا زمان واللا مكان، وبالتالي من اللا صدفة، لأن شرط الصدفة هو الزمان والمكان، مكان تحدث فيه أثرها وزمان يجري فيه مفعولها، دي شروط بديهية للصدفة. والكون أتى من اللا زمان واللا مكان، وبالتالي من اللا صدفة. طبعا أنا ليس غرضي بسط الردود، لأني عملت حلقة كاملة بالرد المفصل، لكن الشاهد في هذه الحلقة بيان ما تقدمه هذه القناة، وبيان المحتوى الذي يعرض على شبابنا. كمل يا دحيح. المهم سنة 1859 أحد العلماء ما نعرفش اسمه الحقيقة نشر كتاب نعرفش برضو اسمه، كان بيتكلم على أصل الأنواع، ولاحظ إن بعض الكائنات على مر التاريخ بيحصل لها تغيرات معينة، وهو في الأرجنتين مثلا لاحظ إن في نفس المكان اللي كان متواجد فيه كائن اسمه الأرماديو، كائن الموجود في الصورة دي، كان في كائن انقرض اسمه بليبتدون، والكائن ده شبه الأرماديو جدا لكن أكبر. المهم من خلال ملاحظاته الحالة زي دي وحالات تانية يبتدي يستنتج إن ممكن تكون الكائنات قرايب لبعض ولاد عم. طبعا الناس اول ما سمعت الكلام ده اتفاجئت، قال لك ايه اي كلام ده، لازم تجي لي حبيب التنبؤات، مش اي حد يروح يسافر له فتره ولا حاجه ويرجع يقول لنا كلام واحنا نقتنع بيه، لازم يبقى في تنبؤات على الكلام ده. المهم الكتاب يعمل تنبؤ، واحد من هذه التنبؤات هو انه لو انت بتقول ان في كائن معين يقرب لكائن تاني، يبقى انت لازم تلاقي لي حلقه الوصل، كائن في النص فيه صفات من ده وفي صفات من ده، ونسميه ترانزيشنال فوس، حاجة ما بين ده وما بين ده. المهم بعد نشر الكتاب بسنتين يطلع لنا اول ترانزيشنال فوسيل لكائن مشهور جدا في تاريخ الحفريات اسمه أركيوبتريكس، كائن اللي موجود قدام حضرتك في السوق. يا عيني، بيشرح نظرية التطور للشباب بالتفصيل. هذا محتوى يقدم لشبابنا وجايب لك دليل على التطور، أحفورة الأركيوبتريكس، الدليل اللي بيعتبر العلماء وصمة عار في تاريخ البيولوجيا، كما يقول ألان فيدوتشا الذي درس الطيور طيلة ربع قرن. الدليل السخيف وصمة العار الأركيوبتريكس ما زال يروج له في بلادنا، الدليل الذي يصنف حاليا في المجلات العلمية العالمية زي النيتشر على أنه هراء. الدحيح بيقدمه لشبابنا على أنه علم، لأن الدحيح ببساطة بيؤمن بنظرية التطور. ما هو لا يوجد مبرر لما يقوم به الدحيح إلا أنه يؤمن إيمان أعمى بنظرية التطور، فبيضطر يجيب أدلة ولو كانت مضحكة علميا. طبعا الحلقة دي أنا أيضا عملت رد علمي تفصيلي عليها. المهم كمل دحيح. الحاجات اللي اسمها الاتفيزمز اللي هي الحاجات اللي بتبقى مستخبية في الحمض النووي بتاعنا من أثار أجدادنا، فتلاقي مثلا أحيانا أطفال بيتولدوا عندهم ديل. أطفالنا عندهم ديل من أثار أجدادنا، ما شاء الله، أجدادنا الحيوانات. بالله عليكم هل هذا محتوى يقدم لشبابنا؟ وبعد كده بتزعلوا بتقولوا الشباب عندهم شبهات.
ما من هذا الهراء؟ والله جريمة في حق الدين، ثم جريمة في حق العلم. جريمة في حق العلم لأن هذا الكلام ليس له مسمى في العلم المعاصر إلا العلم الزائف. أطفال يولدون بذيل، خرافة انتشرت واختفت، ثم يأتي الدحيح ليجددها، مجدد الخرافات باسم العلم. في الجورنال أوف نور سيرجري، واحدة من أكبر المجلات الطبية، تقول ثبت علميا أنه ليس هناك أي علاقة بين الذيل في الحيوانات وبين الزوائد اللحمية في أسفل الظهر. مفيش إنسان بيتولد بديل، ليس هناك طفل يولد بذيل، هذه خرافة علمية، تخيل إلحادي تطوري خرافي لم يعد له وجود في العلم. هذه مجرد زوائد لحمية لا أكثر يا دحيح. وده مرجع تاني من النيو إنجلاند جورنال أوف ميديسن، بيقولك الذيل لازم تكون في فقرات، ما ينفعش يكون ذيل بلا فقرات. ولم يثبت في تاريخ البشر أننا وجدنا زائدة لحمية أسفل الظهر بها فقرات. دي زوائد لحمية وليست بذيل. أنا عاوز أفهم، هي أموال المسلمين المفروض تنفق للرد على الخرافة الإلحادية ولا من أجل الترويج لهذه الخرافة؟ اتقوا الله في أبنائنا، أصلحنا الله وإياكم. كمل يا دحيح. في حاجة قبل الإرادة، ليه في حاجة قبل الوعي؟ ليه مهم التجربة تفتح جدال كبير اللي يقولك إن الوعي والحرية ما هم إلا وهم، حاجة إحنا متخيلينها موجودة، وإن المخ بيعمل القرارات حضرتك قبل ما ساعتك تعرف، عشان كده كان شغال قبلها. وفي اللي انتقد التجربة وتصميمها، بعدين في الآخر فكر فيها، إحنا حياتنا أكثر تعقيدا من إن ندوس على زرار. المهم الحكاية تهدى شوية وترجع تاني سنة 2008. سنة 2008 جون هينز ينشر ورقة في نيتشر نيوروساينس ترجع الجدال اللي ابتدى ينام من 20 سنة. هينز يجيب مجموعة من الناس ويحط على راسهم الاي اي جي عشان يشوف مخهم بيعمل ايه، ويقول لهم في تجربة كده يختاروا ما بين يمين وشمال. والمفاجأة ما كانتش انه يلاقي نفس اللي بتلاقاه، المفاجأة كانت زي ما مكتوب في الابستراكت بتاعه، انه يقدر يتنبأ باختيار الشخص قبل ما ياخد هذا القرار ب10 ثواني من كهربة المخ. بس من كهربة المخ، ما زال نسبة بسيطة 60%، ولكن ده احسن من الحظ. بيحاول ينفي حرية الارادة وبيقول لك احنا كائنات جبرية، نفس الرؤية الإلحادية بالضبط للإنسان. الإنسان إلحاديا كائن مادي مجرد بيخضع للحتمية الهرمونية والحتمية المادية، وإن الإنسان ليس مسؤولا عن قراراته. طبعا أنا عملت حلقة في الرد على هذا الهراء، وبينت إن كل الكلام الذي قدمه الدحيح ثبت أنه خطأ علميا. كل هذه التجارب أعيدت مرة أخرى وثبت أنها خطأ، ورابط الحلقة في وصف الفيديو. في بحث مثلا نشر في عام 2010 أثبت أن تجربة ليبت التي اعتمد عليها الدحيح طلعت غلط. نتائج بنجامين ليبت لا تقدم دليلا على أن الإشارات الكهربية تبدأ سابقة للوعي. وفي دراسة أخرى مستقلة نشرت في عام 2013 تثبت خطأ التجارب التي أحضرها الدحيح. تؤكد هذه الدراسة أن العقل يتخذ قرارات واعية كثيرة لا ترصد أصلاً بالنشاط الكهربي. يعني القرار العقلي هو في الأصل يسبق النشاط الدماغي، لكن رصد القرار العقلي ليس يسير، ونحتاج إلى خطوات كثيرة تسبق القرار النهائي. وعمل المخ هو عمل تزامني وليس عملا سببيا. ما معنى هذا الكلام؟ الكلام ده معناه لما أنا قابل واحد بحبه، المخ بيفرز هرمون الحب الاندورفين. عمل تزامني، وليس أن المخ يفرز هرمون فأنا بحب هذا الشخص. المخ ليس مسبب وإنما فقط تزامني. المخ مجموعة أسلاك عصبية يحصل فيها تبادل أيونات صوديوم بوتاسيوم على جدران هذه الأسلاك لنقل النبضات لا أكثر. ليس للمخ إلا التنفيذ، فهو جهاز تنفيذي وليس جهازا تشريعيا. وطبعا الكلام ده ثبت بتجارب كثيرة، زي تجارب بنفيلد لما كان بيضغط بإلكترود على حتة معينة في المخ، فالمريض بيجد أن يده تحركت، والدكتور يطلب مني وقفها هو مش عارف. إذن الوعي شيء والنشاط المخي شيء آخر. أنا بحاول أوقف إيدي ومش عارف، إذن أنا حاجة والنشاط المخي حاجة تانية. تجارب بنفيلد مدهشة وأثبتت أن النشاط المخي ليس له أي علاقة بالوعي ولا بالإرادة الحرة. المخ مجرد أسلاك عصبية لا أكثر. طيب لماذا لو واحد اتخبط على دماغه بينسى أو بيفقد الوعي؟ المخ زي التلفاز
مجرد مستقبل للمعلومة ومعالج لها. ولما تقطع السلك بتاع التلفاز أو تحصل للمخ عملية جراحية تقطع فيها الأسلاك العصبية، بيتوقف ويفقد الإرسال، لكن المعلومة ليست مخزنة بداخله، هو مجرد ناقل للمعلومة، كذلك مخك. والكلام ده أكد عليه روجر سبيري الحاصل على نوبل في وظائف المخ. فالعقل يستخدم المخ كآلة. وسؤالي للدحيح، لماذا تترك واحد حائز على نوبل زي روجر سبيري وتأتي بدراسات تم الرد عليها؟ وعلى فكرة كلام الدحيح مصيبة قانونية، لأن الإنسان لو ليست له إرادة حرة فلا قيمة للدستور ولا القانون ولا المحاماة ولا القضاء، لا قيمة للمحاكم، لا قيمة للتشريعات ولا القوانين، لأن كل هذه الأمور مبنية على أن للإنسان إرادة حرة، إنسان مكلف ومسؤول عن قراراته. نفي الإرادة الحرة هو نفي للقوانين، لأنك كيف تحاكمني على أمر أنا مجبر على فعله؟ نفي الإرادة الحرة مخالف للإجماع الفطري الإنساني. لكن هذه طبيعة الإلحاد، دائما يخالف البديهيات. بالمناسبة من التعليقات التي جاءتني والتي تبين أثر الدحيح، هذا التعليق: أنا كنت مشاهدة حلقة الدحيح من مدة قصيرة وكنت شك بنفسي أو بإيماني، يعني قلت بحالي لو أنا مسيرة فليه ربي بيعاقبني على حاجة مليش فيها خيار، بس انت دحرت اي فكرة إلحادية في عقلي. الله المستعان. ده تعليق من التعليقات على القناة. كمل دحيح. السؤال الأهم، هل ده فعلا اللي الجينات عايزاه؟ واحد طبعا يسألني، ومال الجينات بالموضوع؟ ما ده اللي انا عايزه. في كتابه ده سلف الجين، عالم الأحياء الشهير ريتشارد دوكنز، بيقول إن أسهل صورة تتخيل بيها الجينات هي إنهم سلف انترستد ايجنتس، كل جين بيدور على البقاء بتاعه هو بس، ما يهموش باقي الجينات إيه اللي حصل لها. وعارف مين كمان ما يهموش؟ أنت. طبعا أنا ما أقصدش الجين بيفكر في كل ده في الآخر جين ما بيفكرش، ولكن اللي دوكنز كان بيقصده في الكتاب إن المشاهدات اللي بنشوفها، الأوبزرفيشنز اللي بنعملها، ممكن يتم تبسيطها بهذا التخيل. المهم أنا كجينات أفضل مكمل للجيل اللي جاي، لدرجة ان دوكنز في كتابه كان بيسمي الكائنات الحية vehicles للجينات، يعني عربيات. زي ما انت بتركب عربية كده، لو العربية هتعمل حادثة او العربية هتولع هتنط انت من العربية على طول، دي عربية يعني، هي غالية شوية ولكنها تقدر انت تمشي وتخلع وتسيبها وهي تروح لحالها. فاهم عزيزي المشاهد؟ الكاتب كان بيشوف ان اي حاجة حية هي عبارة عن مركب للجينات. السلف الجين أو الجين الأناني الذي حاول الترويج له في سبعينيات القرن الماضي الملحد الشهير ريتشارد دوكنز، فكرة أقل ما توصف أنها عودة لخرافات الأساطير القديمة، حاجة كده أشبه بزواج التيتانات في الأسطورة الإغريقية القديمة. هو الجين أولاً عبارة عن إيه؟ الجين عبارة عن مجموعة من الحروف، زي الحروف اللي بتكون البرنامج على جهاز الكمبيوتر، لكن طبعا بصورة أعقد وبنظام تشفير رباعي. فهي حروف فعليا مجموعة قواعد نيتروجينية يشفر من خلالها وبحسب ترتيبها الوظائف الخاصة بجسدك، وكل عضو من أعضائك مشفر داخل الجينات الخاصة بك. لما تتفك الشفرة بيظهر العضو، الكبد، العين، الكلى، الطحال. لو اختل حرف واحد في هذه الشفرة فإن البروتين لن يعمل. الإنسان في حوالي 30,000 جين بيتكونوا من 4 مليار حرف داخل كل خلية من خلاياك. ما ينفعش أي كائن حي يظهر إلا لو تم تشفير كل أعضائه بداخله قبل أن يظهر. ولذلك أنا دائما أقول أن معجزة الحياة ليست معجزة مادية فحسب، وإنما أيضا معجزة معلوماتية. فالشفرة معلومة، حروف يشفر من خلالها شكل الكبد وكمية البروتين في العضلة والهرمونات والإنزيمات وكل ما يحتاجه جسدك مشفر داخل الجينات الخاصة بك. مجموعة حروف بترتيب معين يشفر من خلالها قانون الإبصار. مجموعة حروف أخرى تشكل قانون تحديد المواقع بالصدى إيكولوكيشن، كالذي في سونار الخفاش. حروف أخرى بيشفر من خلالها قانون السمع. معجزات خلق لا تحصى. الملاحدة عندما وجهوا بهذه القوانين وبنظام التشفير ماذا يفعلوا؟ جعلوا الجينات آلهة، جعلوها مثل تيتانات الأساطير الإغريقية القديمة، شيء في منتهى العته.
هذه طبيعة الملاحدة عبر التاريخ، عندما تنكر الله فإنك تنسب الألوهية لأي شيء مادي من حولك. زمان أله الشمس والقمر والنجوم والكواكب، فأتى القرآن ليثبت لنا أن كل هذه الأجرام مسخرة لنا. يأتي الملاحدة مرة أخرى ليثبتوا نوعا من الإرادة والخلق للجينات. افترضوا أن الجين هو المتحكم وهو الخالق، وأنك أنت عبد عنده، تعمل عنده، بيستخدمك كمركبة كما قال الدحيح. المعلومة التي يعرفها أي طالب سنة أولى بيولوجي أن الجين ليس بنظام حي أصلاً. الجين هو مجموعة حروف متراصلة أكثر، الإنزيمات تدخل عليه لتقطيعه في كل لحظة داخل نواة الخلية، وانت بعد وفاتك حروف الجينات الخاصة بك بتفضل زي ما هي وبنفس ترتيبها لغاية ما يحصل تحلل. فالحياة شيء والنمط الجيني شيء آخر تماما. الجين هو المسخر لك ولجسدك ولطلباتك وليس العكس. انت لست مسخرا للجينات. ايضا الجين هو حروف محايدة. لو قمت برص نفس الحروف بنفس الترتيب داخل معمل، هل هتكتسب هذه الحروف إرادة فضلاً عن حياة؟ الجين الأناني فكرة في منتهى البدائية. لا، ده قال لك كمان الجين حريص على مصلحته هو فقط ومن غير ما انت تعرف. طيب كيف عرفت يا دوكنز؟ هذه الفكرة سخر منها فرانسيس كولينز مدير مشروع الجينوم البشري، واحد من أكبر علماء الجينات في العالم، ووضع كتاب لغة الإله The Language of God، وقال لك طيب بناء على هذا التصور السخيف كيف تفسرون التضحية، الإيثار، الأخلاق، البذل، العطاء؟ واحد حب يضحي بنفسه في سبيل الله هيضيع كل جيناته بلا مقابل، كيف تفسرون هذه التضحية؟ وبعدين لو هذه الفكرة صح، إن الجين الأناني مسخرك عنده وإنك مجرد مركبة لهذا الجين، فإنت كده بتوفر التبرير لكل النظم الإبادية التي يعرفها البشر كالنازية والفاشية والماوية، توفر التبرير المثالي لكل القتلة والزنا والمغتصبين. فكرة الجين الأناني وأنا بتكلم عنها بحس أني بتكلم عن أسطورة وثنية قديمة. لا يوجد عالم بيولوجيا محترم اليوم يصدق هذه الخرافة، وده كلام إي ويلسون واحد من أكبر علماء البيولوجيا في العالم. نسمع ماذا يقول. The selfish gene. Yes. You think that is now a rather antiquated vision of or version of natural selection. I've abandoned it, and I think most serious scientists working on it have abandoned it. لا يوجد عالم محترم يصدق خرافة الجين الأناني، لكن الدحيح عاوزنا إحنا نصدقها. خرافة روج لها الملاحدة في السبعينات من القرن الماضي، وجاي الدحيح يحييها بيننا. يا دحيح، في عام 2001 تم فك الجينوم البشري فيما يعرف بمشروع الجينوم البشري، واللي كان بيدير هذا المشروع فرانسيس كولينز صاحب كتاب لغة الإله. لم يظهر إطلاقا بعد فك الجينوم البشري إن في حاجة اسمها جين أناني. ثبت أن الجينات كائنات محايدة ليس لها وعي ولا إرادة، مجموعة حروف متراصة تقوم بوظيفة معينة كالحروف التي نضعها في الكمبيوتر لننشئ برنامج خاص. هذا النظام التشفيري يثبت خالقا عليما قديرا سبحانه، لأن الشفرة نظام معلوماتي، نتاج خلق وعلم وحكمة وإرادة، فإيداع شفرات معينة بترتيب معين لتنتج وظيفة معينة بمنتهى الكفاءة والمثالية في أي كائن حي هو برهان عقلي قطعي على الخلق والعلم والإرادة والحكمة. بينما في المقابل الملحد يؤمن أن هذه الشفرات أوجدت نفسها بنفسها وأنك مجرد مركبة عندها. أيهما أقرب للعقل، النظرة الإيمانية أم التصور الإلحادي؟ دوكنز الذي طرح هذه الفكرة الخرافية السخيفة هو مجرد صحفي كما يقول إي ويلسون. There is no dispute between me and Richard Dawkins and never has been because he's a journalist.
بيقول له هتقارني بريتشارد دوكنز؟ ريتشارد دوكنز صحفي، وهذا كلام صحيح. آخر ورقة علمية كتبها ريتشارد دوكنز ربما من حوالي 30 سنة، يعني أنا كاتب أوراق علمية أحدث منه. المضحك لمن لا يعرف هذا المرتزق ريتشارد دوكنز، الحصول على تذكرة للعشاء مع ريتشارد دوكنز $1,000، 18,000 جنيه مصري عشان تاخد تذكرة جلوس على عشاء يحضر فيه ريتشارد دوكنز. تخيل لو عالم مسلم نشر إعلان زي ده، كيف كان سيتعامل معه إعلامنا؟ هؤلاء هم مرتزقة الإلحاد الجدد. عشاء $1,000، أمال لو دوكنز هيحط لك الأكل في بقك بهذه الأظافر كم ستدفع؟ طبعا ارتزاق ريتشارد دوكنز على قلب الملاحدة زي العسل، والتذاكر بتخلص هوا. هذا السؤال أتى أكثر من مرة على قناتي، أنت بترد على الدحيح عشان الربح؟ أولاً القناة ليس عليها إعلانات، ثانياً ليس من مصلحة الشخص الذي يرد على الشبهات أن يبقى ترند إلا بالتوازي مع ترند الشبهة. شبهة منتشرة؟ نعم، أتمنى أن يصل الرد إلى كل من وصلتهم الشبهة، أما أصحاب الفطر السليمة فلا أنشغل بأن أصل لهم. المشكلة إن بعض من يتابع الدحيح عندهم عاطفة الإعجاب زايدة، فبدلا من نصيحته حتى يتوفق من المعلومات وحتى يطرد هذا الطرح الإلحادي المتخلف، وبدلا من نصح القناة حتى تنقي المحتوى الخاص بها، بدلا من كل ذلك يلتمسون له الأعذار الواهية. يقول لك أصل هو مجرد ناقل، أصل هو بيأتي بالمصادر في وصف الفيديو، أصل هو لا يؤيد هذا الكلام. طبعا حجج واهية. نشر فكرة إلحادية بائسة هو دعوة إلى ضلالة. الخطأ خطأ، ولو قال به أحب الناس إلى قلبك، فاتقوا الله وقولوا قولا سديدا. هل الدحيح ملحد؟ هذا أمر لا يعنيني ولا يشغلني، لكن تقديم محتوى إلحادي لتسميم عقول شبابنا وبأموالنا هذه جريمة، والسكوت عليها خطأ، فليس أولى ولا أغلى من الدين. هذه الأموال أولى بها مشاريع دعوية. نحن نتمنى من سنوات أن تظهر مؤسسة في نقد الإلحاد باللغات 15 الرئيسية في العالم، نكتب لهم سكريبت في نقد الإلحاد وهم يترجمونه ويقدمونه، ويبدأ الترويج لمثل هذا المشروع على مواقع التواصل بين الناطقين بتلك اللغات. ده مشروع عالمي، العالم أحوج ما يحتاج إليه اليوم، فالإلحاد أصبح ظاهرة عالمية في الغرب. فالذي يدعو للتعجب أن تجد أموال المسلمين تنفق في تقديم محتوى إلحادي لشبابنا. تخيل المفارقة، بدلاً من أن ندعو العالمين لديننا ونرد على الإلحاد الذي استشرى في العالم، نستورد نحن الأفكار الإلحادية الخرافية ونقدمها لشبابنا. نسأل الله أن يهدي الدحيح وأن يوفق تلك القناة لتقديم ما ينتفع به المسلم، وأن يوفق المسلمون لخدمة دينهم، والله سبحانه المستعان، وعليه وحده يتوكل عباده المؤمنون، والسلام عليكم.